النهارده هنكمل مع بعض المحاضره رقم 5 ماده الموشن كنترول. فاحنا عندنا موضوع مهم هياخد مننا حوالي 3-4 مكونات، مش هنقول فيه كل حاجه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لكن هو من المواضيع المهمه جدا اللي المفروض حضرتك تبقى ملم بيه، الا وهو موضوع البروجرامبل لوجيك كنترول اللي احنا بنختصره على اختصار كلمه بي ال سي. وكلمه بي ال سي بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك ونبهت قبل كده حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي حضرتك المفروض تبقى ملم بيها قبل ما تطلع وتتخرج وتصطدم من السوق كله، مش هقول كله معظمه، البي ال سي. فخلال المحاضرات بتاعتنا دي الاربع خمس محاضرات هنمهد يعني ايه بي ال سي، هعرف حضرتك بعض البيزكس اللي موجوده عندنا اللي تقول لنا والله البي ال سي هينفع معانا او مش هينفع في الشغل. وركز بقى ان هي كلمه بروجرامبل لوجيك كنترولر، بالاسم كده نقدر نفهم ايه. صوت التليفون بقى اسمع. الاربع خمس محاضرات دول مش عايزك تبقى تنشغل باي حاجه تانية، لو عايز تنشغل ما تجيش المحاضره اصلا. نفهم ايه الاسم ده؟ ها؟ اي حد يرد عليا؟ لو جينا نحلل الاسم ده كده نحلله ونقول فيه ايه؟ قول يا باشا. كنترولر ايه ده؟ كنترولر يعني هو نظام تحكم. نظام ايه؟ نظام تحكم او اداه لعمل الكنترول لاي سيستم في الدنيا. ممكن يبقى السيستم ده فولي اوتونوماس او سيم اوتونوماس او في جزء من المانوال اوبريشن بروجرام. لوجيك، اشمعنى لوجيك؟ يعني ايه مطلوب؟ كلمة لوجيك يعني ايه؟ انت خدتها، انت خدت لوجيك ست مش كده؟ هو ايه؟ ايه؟ كلمة لوجيك يعني ايه؟ يا جماعة البنات عايزين نسمع صوت وضوء. كلمة لوجيك بتعني صفر وواحد، صح؟ يا اما ابيض يا اما اسود. تحقق شرط معين فبنفذ حاجه معينه، الا اذا تحقق هذا الشرط فلا مفيش حاجه. هو ده معنى سوء الوقت. الشاويه ده اسمه دي يعني في حاجه حصلت نعمل حاجه. لو الكرشه وصل لكذا اقفل الموضوع، لو الكرشه وصل لكذا اقفل الجيم. مش اللي بيحصل؟ ده معنى كلمه لوجيك او كلمه منطقيه. اللي انت بتقول عليه فانش سيكونس معين. السيكونس دي جت من كلمه اولانش في كلمه ثانيه. بروجرامه يعني البروجرام ماشي سيكونس او بترتيب معين، البرنامج اللي حضرتك بتنفذ طبقا لتسلسل معين في ايه؟ حسب الدورات. لكن لوجيك ما بتبقاش سيكونس. لوجيك بتاعتي يا اما صفر يا اما واحد. شرط يحصل او ما يحصلش. طيب هل هو كان اسمه بي سي او خالص؟ اقول لك لا. كان اسمه في الاول اسمه بي سي. بروجرامر كنترول، صح؟ بعد ما ظهر كان في الستينات، بعد ما ظهر طلع القسم الكمبيوتر بقى وقالوا بي سي والكلام ده، فانا ايه؟ ده كده اتفضل ياخد او ما بين كلمه بي سي ده بتاع بيكسل الكمبيوتر وما بين بروجرام الكنترول، فقال لك ايه؟ الكنترول ده يعتمد ايه؟ على اللوجيك سيستم او اللوجيك اوبريتور الموجود معايا، فحطوا له كلمه لوجيك عشان كده ايه؟ سميناه بي سي. خلال الشرطه بتاع حضرتك ده احنا هنتعرف على ايه؟ خلال الشرطه الموجوده ده حضرتك احنا هنتعرف على بعض البيزكس الموجوده عندنا اللي من خلالها ممكن نشوف الصور دي كلها. شايف الشكل قدامك ده؟ ايه رايك فيه؟ هل هو نوع واحد ولا انواع مختلفه؟ ها؟ نقدر نستنبط ايه الصوره الموجوده قدام حضرتك؟ ركز بالله عليك، لان قلت لك الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول هيغنوك عن حاجات كتير حتى لو ما خدتش كورس بي ال سي. تعال نبص على ده. ده احد انواع البي ال سي. في شويه فتحات تحت وفي شويه فتحات فوق. شايف؟
هنتكلم فيهم دلوقتي. ايه اللي في النص ده؟ دي شاشة بيظهر عليها البرنامج اللي حضرتك كاتبه، ودي اول ميزة في البي ال سي ان حضرتك ممكن تعمل تيست للبرنامج على نفس شاشة البي ال سي من غير اي حاجة، كمبيوتر من غير اي حاجة، تمام؟ طيب ده نفس الكلام، الشاشة الصغيرة اهي، تمام؟ وفي شوية انبوت فوق الاسود ده، وفي تحت ايه؟ في اخر الشاشة تحت انبوت. طب ايه الفرق بين ده او الاثنين دول وده؟ شكلك حتى شكل الشاشه، سيبك من الشاشه، ايه تاني؟ شايف انت الحته السودا دي؟ فاكر المذر بورد القديمه بتاع حضرتك لما يكون يقول لك هات كارت شاشه وركبه في السلوت بتاعها؟ بيديك حاجه اسمها سلوتس عشان تركب فيها حاجه اسمها انبوت او بوت موديولز. بالله عليك يا عمنا ركز في الكلمتين لو سمحت. طيب انا همر عليها كله تاني، بس انا عايزك تستنبط من هذه الصور الموجوده قدام حضرتك بعض المعلومات اللي توفر لك حاجات كتير وانت بتذاكر. طيب كل الاجهزه الموجوده قدام باختلاف انواعها، هل في شركه واحده؟ ده في 50 شركه، حاجات في اوروبا وحاجات في اليابان وحاجات في امريكا، كل شركه عماله حاجه، وبالتالي هناك انواع كتير جدا من البي ال سي. انا لما اجي ادرس بي ال سي ادرسه ازاي؟ اخد شركه معينه اقول سيمنز اس 300 واروح ادرسه، ولا ادرس بي ال سي ان جنرال؟ انا النهارده في خمس محاضرات هعلم حضرتك ازاي تدرس بي ال سي جنرال، ماليش دعوه بقى سيمنز ولا باحمد ولا محمد، مش كده؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا عايز حضرتك اعلم حضرتك فلسفه هاو تو بروجرام بي ال سي، ازاي تبرمج البي ال سي بتاع حضرتك. انت البرمجه الفلسفه واحده، لكن الرموز هي اللي بتختلف. وبالتالي الاوبجيكتيف بتاع الكورس الموجود الشابتر ده هنفهم يعني ايه بي ال سي، الجنرال فانكشن بتاعته، ايه الاختلاف بينه وبين الريلي كنترول الموجود مع حضرتك، ايه هي المميزات والديس ادفانتج الموجود عندك، لان البي ال سي له ديس ادفانتج او عيوب موجوده معاه. طيب ايه هي المين بارتس؟ لازم تفهمها كويس، ايه هو الانبوت؟ ايه هو الاوت؟ ما العلاقه بين الانبوت والاوت؟ ايه اللي في النص؟ اللي جوه الباكج انت شايفها دي؟ الانترنال اركتكشر او الاركتكشر بتاعنا، التركيب الداخلي بتاع البي ال سي الموجود عندنا، هنشوف الاوبريشن اللي بتتم، العمليات اللي هي اللوجيك اللي انت بتقول عليها دي او السيكونس اللي احنا هنمشي بيه، ايه هي لغات البرمجه الموجوده مع حضرتك؟ في لغه برمجه واحده، احنا كلنا الناس اللي شغاله بي ال سي يقول لك انا شغال لغه دايجرام. لغه دايجرام ليس هو اللغه الوحيده لبرمجه البي ال سي، ده في حاجات كتير قوي، في حاجه اسمها ليست انستراكشن، في حاجه اسمها جراف سيت، وفي حاجات فانكشن بلوك، حاجات كتير قوي احنا بنتكلم فيها في برمجه البي ال سي الموجوده. عندي حاجه اسمها سكان سايكل. سكان سايكل او سكان سيكونس موجود معايا، ازاي البرنامج بتاع حضرتك البي ال سي بيتنفس؟ لازم برضه تبقى حضرتك واخد بالك يعني ايه سكان سيكونس او سكان سايكل. انا هنمر على كل ده. البروجرام بتاع البي ال سي ازاي اعمله ليست؟ يعني ماشي ازاي؟ هل هو ماشي تسلسلي ولا بارلل ولا الدنيا هنا ماشيه ازاي فيه؟ لا هقول لك كل الكلام ده هنبقى شغالين فيه سايكل. ازاي نعمل ديفلوبمنت للبروجرام بقى نفسه؟ لو عندي يكون صوتيه اه ماشي مفيش مشكله، احنا متعودين على لا مفيش مشكله ازاي اعمل ديفلوبمنت انا بقى للبرنامج؟ هديك تاسك صغيره ازاي نطلع منها برنامج صغير، والبرنامج الصغير ده ازاي يكبر معانا، ازاي يكبر معانا. ف هاو تو ديفلوب ا بروجرام استخدام اللادر دايجرام اللي احنا بنتكلم عليه، او اي وسيله برمجه موجوده قدام حضرتك. ففي عندنا لغتين برمجه جنرال او يعني بيسموها المور كومن، اللي هم اللادر دايجرام وحاجه اسمها ليست انستراكشن. ليست انستراكشن دي اكنك بتكتب اوامر فور لوب، شفت الفور لوب؟ فور اكس بيساوي مش عارف كام، واحمد ومحمد انت بتكتبها في السي او الطيور. طيب ازاي نعمل ديزاين لللادر دايجرام ده عشان يؤدي الى لوجيك فانكشن موجوده معانا، يعمل كنترول على ريلي او ترانزستور اوتبوت من البي ال سي الموجود مع حضرتك، ثم في الاخر ازاي نرسم بقى لادر دايجرام، وازاي ناخد البرنامج بتاع حضرتك ده ونقول في الاخر البرنامج ده هينفذ التاسك الموجوده قدام حضرتك.
شكل تاني من انواع البي ال سي مختلفه من شركات مختلفه عشان اقول لحضرتك لو سمحت وانت بتتعلم بي ال سي ما تتعلمش احد الشركات بس اي حاجه. المهم ان انا اتعلم بي ال سي. What is a بي ال سي؟ ماذا تعني كلمه بي ال سي؟ ها في الاخر عشان الخص لك الحوار، هو عباره عن حاجه اسمها اندستريال كمبيوتر. عباره ايه؟ هو كمبيوتر بس ايه؟ يشتغل في مجال الصناعه الموجود مع حضرتك عشان ظروف التشغيل اللي احنا قلنا عليها، ممكن يبقى فيه فايبريشن، ممكن يبقى فيه زيت، في شحم، في حاجات كتير، وبالتالي الكمبيوتر بتاع حضرتك ده لو حط في بيئه فيها حراره هيسيح مش كده؟ فانا محتاج حاجه ايه؟ حاجه تتحمل الحراره وظروف التشغيل الموجوده مع حضرتك، عشان كده ها هو عباره عن اندستريال ايه؟ كمبيوتر. بيعمل ايه بقى؟ ركز في ثلاث حاجات. يشغل مدخلات السيستم الموجود مع حضرتك. ينفذ برنامج، ركز معايا لو سمحت، طبقا لحضرتك مبرمجه، ثم في الاخر بيعدل بناء على مشاهداته للانبوتس، والبرنامج اللي موجود معاه يعدل من مخرجات السيستم الموجود عندنا. مش فاهم. عندي تمبريتشر سيستم. ايه هي مدخلات السيستم؟ الكنترولر بتاعي. ها؟ ركز بقى عشان يجيب كنترول مع بي اي سي. ها؟ مدخلات السيستم بتاع الكنترولر، انا بتكلم على الكنترولر بقى اسمك من اي حاجه ثانيه، مدخلات السيستم ايه عشان تفرق ما بين مدخلات السيستم الريال اللي هو بره الواقع خط الانتاج ومدخلات الكنترولر. مدخلات الكنترولر هي مين؟ الفيدباك سنسور. الفيدباك سنسور صح؟ انت بتاع تحت. الفيدباك اي سنسور جاي يبقى ده مدخل لمين؟ للكنترولر بتاعك عشان نقول له اقرا لي الفيدباك كام؟ اقرا الليفل كام؟ اقرا الفيشر كام؟ اقرا احمد كام؟ اقرا محمد كام؟ ده بقى عندي صح؟ ده الحاله الاولى هي مونيتور الانبوتس الموجوده مع حضرتك. وتعني كلمه انبوتس ليست انبوتس للسيستم ولكنها انبوت للكنترولر بتاعك. ركز لو سمحت. يبقى كلمه انبوتس عندنا في البي سي تعني الحساسات او السنسورز الموجوده عندنا. طيب ايه تاني؟ ها ميكا ديسيشن. ميكا ديسيشن بناء على ايه؟ لما التمبريتشر كانت ب 10 خليك مشغل السخان كمان ربع ساعه. لما التمبريتشر توصل ل 100 خلاص المغرب عايز افرغ الشاي مش كده؟ خلاص كده هطفي الهيتر واعمل ايه؟ اكشن صح؟ يبقى يميك ديسيشن ياخد قرار بناء على ايه؟ بناء على برنامج حضرتك حاطه مش كده؟ البروجرام انت حاطه ثم في الاخر ها كنترول الاوتس. كنترول مين؟ اطفي الهيتر شغل هيتر، شغل تكييف وقف تكييف، شغل مطور وقف مطور، بمب بلط اي اكشن. يبقى تاني ما هو الانبوت البي دي سي؟ حساسات صح؟ ما هو الديسيشن اللي هياخده؟ هياخده بناء على ايه؟ البرنامج اللي حضرتك كاتبه، كاتبه سيكونس هيمشي عليه. ما هي مخرجات البي ال سي؟ الاكشويتر الجنرال بتاعها، ما هو في ضغط ماشي، مامب ماشي، هيتر ماشي، تكييف ماشي، اي حاجه دي بتشتغل او بيسموها المشغلات الموجوده مع حضرتك هنا عشان يعمل ايه؟ يوتوميت ماشين او بروسس موجوده معايا يحصل اوتوميشن او يحصل تحكم الي او يحصل اتمتع في البوست موجوده معايا. ده رقم الشكل ده. اللمبه دي امتى؟ لازم حد يقف جنبها في الاوبريشن مش كده؟ لما يبقى الاوبريشن موجود مع حضرتك. كل اللي هنقدر نعمله بص كده ايه اللي حصل؟ خدنا اللمبه وخدنا ده مدخل ومخرج تمام؟ لكن حطينا منه نص بي سي اصبح دخل المفتاح اللي هو السنسور موجود معاك مش السنسور بتاعنا خلي بالك ساعات بيسموا الحساسات دي سويتش السوق بره بيسموا السنسور ده سويتش ما يعرفش اي سنسور يقول لك ايه سويتش زي ليمي سويتش هو ليمي سويتش ده سنسور صح حس بحاجه معينه المشوار انتهى فقفل بوابه قفل بوابه شغل مقطوعه فاحيانا بيسموه سويتش فالسويتش ده كنت دخلته على مين؟ على الانبوت لمين؟ بي ال سي والبي ال سي يعمل حاجه جوه بقى كده مش عارف ايه بقى بناء عليها لما يجي يشاور المفتاح دوت او المفتاح بتتقفل او بتتفتح بناء على سيكونس جوه هو نعمل ايه؟ ده شغل اللي هم لما يبقى مهم ان البي ال سي يعمل ايه؟ دائما وابدا لازم يقرا الانبوت شكله عامل ازاي؟ طب ثم يعمل الديسيجن جوه اللي ده البروسيسور بتاعك انا جعان عرفت مين انت جعان؟ في حساس بيقول ان انا بطني بتصفر مش كده؟ ده السنسور بتاعي راح لمين؟ الكنترولر البي ال سي بتاعي اهو بنساله ايه؟
قال له انا هاكل كده اعمل ايه؟ هو ده اللي لازم اخلصه. هو ده نفس اللي بيحصل في كيس الضغط ده الاستشاري ميت اليمين البروسيس اللي بقول عليه كده عقل الايه؟ البي سي مول عندي. عشان كده يقول لك ايه؟ الاوتوميشن بقى اللي بيفهم خالص عشان تخلي اي ماشين اوتوميشن ركزوا معايا محتاج انت في كنترول الماشين دي في مصنع في خط تجميع سيارات في اي حاجه محتاج مين؟ ها؟ سمول كمبيوتر بس شغال بالسيريال نسميها البي ان سي مجمع. عشان كده يقول لك البي ان سي عباره عن ديجيتال الكترونيك ديفايس. هو جاب بقى شويه ميموري وروبو وبروسيسور وحاجات كده وقال لك ايه؟ بس حكايه تشتغل في الصناعه. كما قلت لك حضرتك هي تشتغل في الصناعه غير تشتغل في ايه؟ في البيت على الارض. بتعمل ايه يا راجل؟ بيستخدم برنامج ايه؟ الرام بقى والروم. حد معروف حسن؟ عارف الفرق بين الرام والروم؟ عارف الفرق بين الايه والروم؟ الايه والروم؟ الايه والروم؟ ركز معايا. هتقول لك انت هتشوف كل ده الرام اهي وفي روم. عيب عليك لما تبقى مهندس ومش عارف الفرق ده. ايه ده؟ يا عم ده الراجل ده بيجيب لنا حاجات من المريخ. سيبك من ده. هنجيلهم تاني. بيعمل ايه الراجل ده؟ بيستخدم الذاكره بتاعتي عشان يخزن شويه اوامر او شويه برنامج او شويه سيكونس من الاوامر عشان يعمل ايه؟ ستور انستراكشن اند ديمنت سبيسيفيك فانكشن يعمل فانكشن معينه يفتح يقفل يشغل ماشي الاكس اور والاكس نور. ده احنا هنعيش دلوقتي مع الاند والاور والاكس اور والحاجات دي في البي ام سي. هو الموضوع كله ايه؟ لوجيك زي ما قلت لحضرتك كان 0 1 عشان ايه؟ حته الاند والاور والاكس اور لان اي عمليه صناعيه الكنترول فيها هو عباره عن يا اما اند يا اما اور يا اما اكس اور موجوده مع حضرتك اللي انت خدته في ايه؟ في اساسيات الكترونيه في المنطقيه. يعني ايه الراجل ده؟ زي لوجيك والسيكونس والتايمنج والكاونتنج والارثماتيك. لوجيك وعرفناها سيكونس وعرفناها ايه كلمه تايمنج دي بقى؟ شكل حاجه لمده 30 ثانيه. طب لو انا الدور والبطه اللي انت شفتهم شويه دول اقعد بحسب 30 ثانيه كل شويه شكل واحد. طب انا عارف حاجه ايه؟ تايمر صغير كده يعمل لي الكلام ده لما التايمر يخلص يديني قول لي عامل حاجه خلصت اعمل حط في ضمه او شغال مثلا ايه؟ شوف الاكشن بتاعك ده تايم كاونتر. ركز يا عم الحاج عشان احنا التايمر والكاونتر ده قدامنا فيه موال. الموضوع ده مش عشان امتحانات معمول عشان تفهمش فيه اصلا عشان بس الناس تعرف ايه اللي مش فاكر من العقل مش عايز يجي ايه الفرق بين التايمنج والكاونتر؟ هو ده بعيد 1 2 3 4 ولا بعيد 1 2 3 4 لكن الجو دي انا فقط بعد
طول النهار كان بيحط الفضل ده كده طالع كده طالع كده طالع كده زي ده يعني كان فرق لو راجل يقول كده بيسنس وبيقول كل ما يجيله شهر عنده 1 2 3 4 5 يعني انا هستنى الاول طول النهار. طيب في حاجات اسيماتيك وايه الفرق بين الاسيماتيك واللوجيك؟ اللوجيك دي اند اور وايه؟ واحد وزيرو مش كده؟ لكن لو سمعت ممكن نعمل صم واد ومالتيبيكيشن والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها فلازم تبقى فاهم الحاجه من اوتوماتيك وكلمه ايه؟ كلمه في بروجرامبل ميموري في بس دي واحد عشان تستور السماش تعمل ايه؟ في حاجه اسمها اوت كنترول يا اما عقلك يا اما عشان في عندي حاجه اسمها التايمنج والكاونتنج والسيكونسنج. سيكونسنج يعني ايه؟ تسلسلي مش كده؟ حاجه ماشيه ايه؟ ورا بعضها في التسلسل بيكون عالي. اهم حاجه في الاخر ممكن اعمل داتا هاندلنج. يعني ايه داتا هاندلنج؟ اي ماتيريال او اي داتا عام ممكن ايه؟ ابروسيس فيها مش كده؟ بناء احكم عليها او اعمل بروسيشن بناء على ها؟ التعامل مع الداتا اللي جاي من الداتا بتاع السنسور او من الاوت بتاع ايه؟ السيستم الموجود مع بعض خلينا نقول ايه من انبوت بتاع الكنترولر او ايه او السيستم فاهم حاجه انبوت الكنترولر هو اوت السيستم هو سنسور صح هو سنسور ده في باب بين السيستم وده اوت السيستم صح فهو انبوت مين الكنترولر ده فالبي ال سي عباره عن البي ال سي عباره عن كمبيوتر ديزاين تو ورك ان ايه الاستيريال انفايرمنت ده مصمم عشان كده هيستوري بقى موضوع جديد ولا قديم؟ اول شركه بدات في قصه البي سي شركه جنرال موتورز. جنرال موتورز طبعا الناس هتلاقي الموضوع صعب شوف القصه دي عشان نحل الموضوع ده اتطورت من شركه موتور تمام؟ اللي هي شغاله بقى في نوع من انواع اسمه ايه؟ الم برادلي سمعت عنها؟ ده اعلى انواع البي سي وعلى فكره كتير على فكره 10 حاجات موجوده في البي سي. بس اول شركه اشتغلت في القصه بتاع البي سي طبقا لطلب شركه جنرال موتورز. اللي بعدها بقى لقيت حاجات بقى في الستينات وحصل تعديل عليه زي ما قلت لحضرتك كان بيسموه الاول بروجرام والكنترولر طبعا مش قصدنا ان نعرف الاسم ده كان برضه الموضوع عليه سريعا كان اسمه من الاول بي سي لما حصل بقى التطور بتاع الاي سي والكلام ده كله او تكنيك السيركت عموما بدا شركه الشركات كلها بقى بي سي هاكر بداتوا بيه وبين كلمه بيرسونال كمبيوتر لكن في الاخر سموه بروجرامر ولوجيك ايه كنترولر وده كان اول تريد مارك تتسجل شركه قلم رد الموجوده مع حضرتك تبع شركه الجنرال بعديها حصل شويه تطورات برضه في مصر لحضرتك تمام المحاضره الساعه 12 خلاص ها انا ممكن اقول لك بره كلهم كده خش حصل بقى عملية الريسنج دي كل الحاجات اللي هو احنا عندنا دلوقتي كلاس كنترول او ريليت كنترول موجودة معانا دي البي ال سي موجودة فهنا حصل تبديل للريليت كنترول في البي ال سي طبعا طبعا شركة جنرال موتورز وبالتالي حصل تطورات كتير زي ما قلت لحضرتك وفي الاخر طلعنا ايه البي ال سي سنة 70 الماكرو بروسيس بدأ يتطور ولا يظهر منه الإصدارات المختلفة الموجودة عندنا عشان في الآخر نوصل إلى إن البي دي سي بيعمل إيه؟ ها؟ بيريديوس هيومن إيفورت هل ده منطقي؟ إن هو يقلل فعلا مجهود الإنسان بزيرو؟ ها؟ ده أنت عشان تشغل مجمع أنت كنت محتاج ثلاثة أربعة عمال حواليك دلوقتي أنت بتدي فيه سعر كده ب 2000 جنيه ممكن إيه؟ تمشي الدنيا بس ده عمل تضاعف مش كده؟ فده من مميزات البي سي ان هو وفر وقت الانسان اللي كان عمله وطبق قعد الجماعه اللي بريدوا قاعدين في البيت الفنيين خلاص بص كده الصوره مش واضحه قوي لكن في ثلاث اربع مقابلين ايه واقفين عند فوق كل واحد واقف ايه ماسك حته ماسك مقابل اللي عايزين يطلعها او نازلها على حسب الابلكيشن الموجود مع حضرتك لكن الافشنس بتاعك البي سي زي العادي زي الان انا هتعب بعد الدوره بعد الوديه بتاعتي هتعب مش كده نص الوقت انا عايز اخد شويه على الهواء هو عايز كوبايه مش عارف ايه انا هعمل وحيد لكن احنا هنعمل ايه؟ لكن البي لو ظروف التشغيل بتاعته مظبوطه حراره وقصه الحراره دي لا ما حصلوش حاجه هو بيديك ماكسيموم الشمس موجوده معاك.
المشكلة عندي الأساسية في الكلاسيك كنترول. فعشان تشتغل كلاسيك كنترول كنت تعمل ايه؟ كنت صح؟ أو ريليت عشان تشتغل فيه. كم ست طالع من الليل وكم ست طالع من الكونتاكتور؟ يا ترى طالع عين واحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر؟ هتعمل كم ست؟ الابتدائي الظاهر كده كتير قوي صح؟ موارد خط الصورة عشان كده هنا قال لك ايه؟ قال لك لو صورت الهوائية في البي ان سي الموضوع بقى سهل. أنت عايز تقلل ازاي بقى؟ خرج الماشين بتاعتك خرج الكروس بتاعتك وإيه؟ مدخل الماشين شايف؟ أنا هنشغل مواتير شوف المواتير كل عندك نظام عندك نظام عندك نظام هيكر قول لي عندك سيستم ليفل سيستم ولا شاب سيستم قول لي 5 6 عايز في 5 و ايه بص كده ده نفس دي بقى حد فاهم حاجه حد شايف حاجه عشان تعمل صيانه دي تعمل ايه ما هو بقى ايه المينتنس طب بقى يجيب له القهوه بتاعك وحل لي بقى شايف ممكن في الاخر عشان يحصل مشكله في حته من دي في البيت او غيره ممكن تضطر تنزل كده تقول لك انا كنت هعملها احسن مش كده؟ بعد كده هل يحصل ده في البيت ولا لا؟ وبالتالي هنا يبقى الكومبلكس بتاع زي ده اتعدلت او شال مع عضو البيت زي ما هو حضرتك دلوقتي الهاي بوست اللي موجود مع حضرتك ان انا عشان اعمل الصيانه دي او اغيرها كلها محتاج تكلفه كبيره لكن في البيت ايه؟ حتى لو في اسماس هتشيل ترميمه مش عارف 5 6 ان فوق 5 6 او تحت تمام؟ عرفت بالظبط يعني جبت واحد مش فاهم ممكن يركبها صح ولا غلط؟ لكن هنا محتاج واحد فني فاهم عارف هو بيشيل السلك ايه وحط ايه؟ الاحمر فين والابيض فين والاسود فين؟ وده بيدل على ايه ده 220 ولا دي سي ولا اي بالظبط؟ كل ده لازم يبقى ايه؟ واضح زي ما خش. دي التوصيل لما احنا بنتكلم عن الهيئه البلد دي بتاع مين؟ ليه دي في كنترول سيركت بص البي ان سي يا رب شاب ها توصيلات كنترولات ايه البي ان سي هاب عمل ايه وصل توصيله بسيطه كده كل اللي هيحصل مشكله عند حضرتك ممكن تشيل 3 4 سنت كنترول او 3 4 سنت تحت ها طيب تتست البرنامج ازاي طب تكتشف الخطا اللي هنا ازاي نوطي الحرب لازم تنزل بقى كل ريليه وتشوف الايه هو شغال مظبوط ومش مظبوط هنا في البي سي على الشاشه ده الصوره اللي انت شايفها دي ممكن تعمل تيست دخل السيستم بتاع حرب حد صيام شفت الباك اند ايه قالوا لك ايه اما صدر ومش عارف بيسموه ايه تحت فين بقى يعني هو في سايكل بيعديها بيطولها فلوس يبقى في حاجه انت تقدر ايه تستوب الاوبريشن هم الاوبريشن بتاعك تحط ايه تحدد ايه؟ تطلع من الرام كده الميتنس مودي موجود مع حضرتك عشان تقول والله ده في مشكله في الريل الفلاني هو الكارد بتاعي مش موجود مش موجود البرنامج البي ان سي وبالتالي هنا في البي ان سي الهارد واير دامج عايز برضه الكلمه دي ما تعملهاش هي كلمه هارد واير هارد واير يعني ايه؟ ها؟ توصيلات بقى الاسلاك الهيصه اللي انت شايفها على الارض دي انت مش محتاجها عندي في البي ان سي هنا وبالتالي الموضوع كان تايم كونسيومنج عشان تكتشف الخطا فيه وتصححه لكن في حد البي سي انا بقيت عارف الكنترولر بتاعي ازاي حل البي كنترول الموجود مع حضرتك في الخارج ان انا اشيل الهارد وير بانك اللوحه الكبيره اللي انت شايفها دي واحط لوحه الايه؟ البي سي من خلال سوليد ستيت ديفايس سمعت عنها قبل كده؟ الترانزستور لسه بصوره بسيطه وده لسه بصوره بسيطه معلش لو ما فيش عندنا في جامعه كده على طول شويه بصوره بسيطه تمام ميكانيكا الشغل الميكانيكا ده ايه؟ هو الماده هتوصل في الموضوع بس الكنترول ده كل شويه بتيجي التكه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ويننج او تاكل فيه نقط البوينت مش كده؟ عشان كده لما تطلع تلاقي كلاس الكنترول بدا ايه؟ يقول لك والله ده لازم تغير ده نقط ايه؟ بدأت تتربط في كربون عليها اشياء ممكن يتكلف كل ده يعمل مشاكل وبالتالي يجيب تكلفه اكثر عشان كده اصبح الموديفيكيشن عندي اسهل في البي سي من الهارد واير البروجرام اللي موجود مع حضرتك تقدر تبرمجه من خلال لغات برمجه سهله جدا بيسموها مدى بيمانه وريست انستراكشن اصبحت ممكن تشتغل على لو انا عندي محاضره ااا
تقدر تعمل برنامج موقف قرار كويس انستراكشن موجود مع حضرتك في الاخر تقدر الواحد عندي تقدر في البي بي سي او مرات البي بي سي تشيك على البروسيس كله. ثاني حاجه البي بي سي يقدر يشتغل فيه الانفستير انفايرمنت مش زي ما بيعمل الكوبرنت عايز بقى فرق فين اللي انت المفروض تركز في دماغك عشان لما تسال سؤال يقول لك وات ذا ديفرنس بين بي سي اند ليك كنترول. فرض برضه كنترول اللي احنا سميناه ليك كنترول بتاعنا مش كده؟ او جنرال كده كلاس كنترول بتاعنا. الفانكشن بتاعت الدراي باي فيزيكال واي يبقى ايه؟ اي حاجه عايز اعملها لازم اسال. فقط وصل دي سي وصل دي لاري وصل مش عارف احمد لازم ايه؟ فيزيكال واي توصيل ايه؟ انت شايفه بين ايه؟ ما بين هنا البروجرام صح؟ انت توصيلك كلها معموله في ايه؟ في مكان. التشينجنج هنا بتاعك الريت كنترول محتاج ايه؟ ممكن تغير حته او تشيل الداتا كلها في مش كده؟ البي اي سي غير ايه؟ غير بي اي سي غير برنامج بس. لذلك لو حبيت انا اغير الخط اللي محتاج لو حبيت اغير المشروع بتاعي في مصر وانا كنت شغال دلوقتي كشغل مثلا محتاج اعمل بي اي سي مره ثانيه لا ممكن استخدمه زي ايه؟ اقلب البرنامج القديم واعمل له برنامج بقى ايه؟ عايز حتى لو شرط نفس الماتيريال بس السيرفر ممكن يكون منتج اعمل انت كنت بتطلع مثلا قميص وانا بطلع عربه نفس السيرفر مش نفس الكلام نفس الكورس ما عندي بس الشغل دي تعديلات شويه في وقت زياده في حاجه زياده في اطوال زياده انا ما كنت بطلع مثلا كنت بطلع مقاس كبار كنت معاك في جهاز ثالث وثالث البرنامج هنا اللي انت بتغير بس ايه؟ تشينج البرنامج كله لكن هناك بتحتاج ايه؟ تشيل خط ده كله ترميه ودي خط ده ايه؟ جديد يعمل مع حضرتك حاجه جديده احنا مطلوبين اساسا على الريز والتاكل وسبب وقلت لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الريلي والتاكل. انت سالت السؤال ده للاسف في حضرتك الناس كانت بتتفرج ابيض واسود ها؟ لسه ما اعرفش مقوله لو عبر عنه مقوله بتاكل سأل سؤال لو كان في فرق بين الليل والتكتل هما زي بعض؟ اه صح يا عم محمود؟ صح يا عم في فرق ولا مفيش؟ الكلام ما كانش شايف في فرق عمل 3 من 50 واحد عنده فرق 4 على 10 شوية لازم تبقى فاهم يعني ايه فرق؟ معلش والله الدكتور مش هتاخد منك نقطة الزبادي في مصر بين الليل والتكتل هتشوفها في صورة كده اهو صورتين تحطهم جنب بعض هتعرف الفرق هنا في نقط مش عارف مساعدة هنا مش عارف مساعدة صح عارف فما هو الطبيعي هل انت هتخش في التفاصيل هنا الموضوع معتمد دلوقتي على ايه؟ الحساسات ومين؟ وقت شوف هات تعالى بس الحساس وهات الاكشويتر وقول لي بس كده ومش عارف ايه اللي انت جايبه ماشي؟ وقول لي اقعد معايا قول لي بص المكان ده اشتغل 1 2 3 ما تقدرش انا باخد ميه عشان اعمل شاي حط الميه لما السيرفر كان هتطور هو يستخدم خلاص 100 اقفل البوتاجاز كل ما تكون بقى مش عامل كده شكل يبقى انت تديني السيكونس بتاعك سيكونس ايه؟ الاكسبيرينس بتاعك كده خلاص الخط الثاني بقول مع حضرتك دي كانت مقارنه سريعه الاركتكشر بقى فاكر الكمبيوتر؟ الفرش المهم حاسب هو ده شيل بس الكمبيوتر بتاع حضرتك وحط ايه؟ صح اطلع فوق كده في كمبيوتر شغال من باكس لايت ركز بقى على المعنى مثلا كم واحد يعرف بي سي؟ 3 4 يعني كلنا نعرف بي سي الباور سبلاي يعني ايه؟ وهل الباور سبلاي في بي سي ياتي بتشغيل بروسس ام قد يكون هناك باور سبلاي اخر؟ لو سمحت ركز في الكلام كلام واضح الباور سبلاي اللي جوه البي سي بيقولوا عليه باور سبلاي يعني لا تقول على باور كده تحطه كده في حته تقول هو ده البي سي. الباور سبلاي اللي بنتكلم عليه ده هل هو ده الباور سبلاي الاساسي بتاع البروسيس بتاعك؟ ليه؟ هناك اختيارين ركز معايا قد يكون الحمض بتاع البي سي او دايره البي سي نفسها شغاله دي سي طبعا شغال ايه؟ دي سي بس فانت محتاج ايه؟ مستوى لكن مواتيرك مستوى
ثلاثة بيجي عن حاجة هتشغل زي فممكن يقول لك ده محتاج باور سبلاي مخصوص للبي ان سي دي سي مش فاهم؟ خلي بالك في انواع من البي ان سي مش كل الشركات في ناس تقول لك هو انا عامل البي ان سي بتاعي على اي مود دي سي السبلاي بتاعه دي سي وبالتالي ايه؟ محتاج له حاجه دي سي فما عندكش خد الاي سي وحوله الشغل اللي انت شفتها من شويه صح؟ الانفيرتر بقى عامل ايه؟ تحويل الاي سي الى دي سي مش فاهم؟ طيب في ناس شغاله 24 فولت دي سي بقى اوريدي موجود ممكن يكون البروس بتاعتك كلها شغاله دي سي فانت محتاج باور سبلاي ثاني سيبنا مش محتاج نفس الباور سبلاي بتاع الدي سي هو نفس الباور سبلاي بتاع الدي سي لكن لما تحتاج الاكشويتر بتاعك حضرتك محتاج اي سي فانت محتاج ايه؟ السنة باور سبلاي ده اللي هيظهر انت بيوصل دلوقتي على شويه الدي سي تاني بص ها عايز الكونفيجريشن بتاع السايد ده مع الاربعه ايه اللي موجود ده؟ سيبسوس صح؟ سنسور ميجر او ميجرمنت مين؟ هل دي السيستم؟ عايزك تكتب عليها سنسور او ميجرمنت او فيدباك او خارج السيستم بتاع حضرتك. ركز عشان والله انت بتسال في الكلام ده في الانترفيو داخل يقول لي سؤال عباره عن ايه؟ يقول له بنسي مش عايز اقف كده الحاجات دي خلاص المفروض تبقى ايه؟ الاول ها؟ ده انا شويه الموضوع عندي لما خارج الدي سي انا شغال ايه؟ دي المشغلات اللي بشوفها مكانها. ايه المهم؟ إذا كان بقى مين تعمل دي؟ اللي هيخزن عليها كل حاجة ده الفايس بتاع الكمبيوتر صح؟ احنا عاملين الفايس في الكمبيوتر اي سي ده لا شغال ايه؟ اللي بتقطع ايه كل حاجة؟ يعني البوت بتاع الكمبيوتر يعني انت تشغل ويندوز ويقول ده يقوم هو ده اللي الحرش الموضوع مع حضرتك بس النيمو دي زي ما منها ايه؟ رام ايه الفرق بين الرام والروم؟ رام اكسس ميموري دي ايه؟ ذاكره مؤقته وذاكره عشوائيه سميها رام اكسس ميموري يعني ايه؟ الكهرباء بتعرف تعمل كل حاجه لما ذاكرة بتكتب ملف وورد دي الكمبيوتر الكهرباء فصل انت ما عندكش بطاريه كل اللي انت شغال فيها ساعتين ثلاثه اه ده ميمو تمام؟ ده كده الروم يبقى الروم في بعض لما الكهرباء تفصل يبقى الويندوز بتاعك على الاقل بس الكلام ده الروم دي لو باظت اذا عشان الكلمه كانت بتبقى ساينس بعيد عن اي حاجه لو باظت تعمل ايه؟ تروح تغير بايو فيها صح؟ تروح تغير على الراجل بتاع السنه ولا تجيب 500 جنيه عامل الكمبيوتر كله 300 جنيه هو هتغير ولا هتطور؟ هتعمل ايه ساعتها؟ اه طبعا شوف يقول لا ما فيهاش انا هقعد عشان كده قال لك لما قوم يغيره حصل مشاكل كتير اه هتكلم على موضوع عندك الكروت غيرها كلها قال لك عامل حاجه اسمها ركز يا عم والله هتشوف بقى اخوك الصغير اللي سمع عنها يسالك كده يقول لك مهندس هتكلم مهندس العيله ليه بقوم يعني ايه؟ شايف؟ اريزابل بروجرامبل ها؟ دي هولي نيمو اريزابل مين اريزابل يعني ايه؟ قبل المسجد تقدر تبرمجها تاني يعني تنزل عليها وايه؟ اكيد يعني بقى على مصاري كده اكيد هتشيل ويندوز كود تاني مش طيب ايه بقى؟ ها؟ اريزابل اريزابل لا الايه بقوم؟ بيقول لك تقدر تستخدم الالترا بايت تمام؟ الترا بايت مش عارف تبقى نفسيه موجوده معاك بس ساعات لازم تبقى شغاله في الكمبيوتر ما اعرفش بقى ما تعملش فلوس في الكمبيوتر اساسا مش عارف لازم تخلصها على حاجه مش عارف فوق بقى سنين عشان ايه؟ تتسحلك وتبقى جدا، لكن لا بد انها توصل لحاجه في الكمبيوتر ساينس وقتها توصل للكمبيوتر بتاعها. طيب ها الكتريكال اريزابل بروجرامبل رندم ريكونبل شايف؟ يبقى دي الكتريكال ايه؟ اريزابل الكتريكال يعني ايه؟ تمزح محتوياتها من خلال اشاره كهربائيه او اشاره الكترونيه وهي موجوده في المذر بورد بتاع الحضاره بتاعتها. شايف؟ بس ايه عشان لما نيجي نتكلم فيه. عملنا حاجه احنا بروسيسور سي يو الموجود مع حضرتك برضه دي سي تمام؟ معلش الالوان هي يعني لو في حاجه غيرك اتفضل عشان بس انا اقصد ايه بتقول؟ انه ايه؟ عايزك تقدر تسمع كلمه بتقول تقدر تسمع كلمه بتقول يعني بتقول ممكن يبقى سالب البيج نفسه او ممكن اجيبه ولا كده دي بدون ولا في ايه؟ عايز تقول بدون يعني ايه بدون كام؟ تقول لي والله انا عايز 6 كمان ممكن يبقى في اصلا بنات تركبه صوت كده ايه؟
الكتا مرض كده يبقى عندك اكتر ضد النزول اول النزول شايف الباور سبلاي الموضوع معاه الرومي موجود مع حضرتك اللي احنا بنتكلم عليها او البروجرام ديفايس اللي احنا بنتكلم عليه ايه بقى البروجرام ديفايس ده تقدر تبرمج الجيل سي بتاع حضرتك ازاي؟ ها؟ ده اللاب توب بتاع حضرتك بس محتاج ايه؟ كم؟ احنا كنا كاتبين شويه معلش عشان نعمل حاجه بس نتكلم عليه مين دي؟ الانترفيس الانترفيس بينه وبين الحاجه اللي في السنه بتاع البرمجه ولا البرمجه اللي انا برمج فيها اذا كان الكمبيوتر او اللاب توب بتاع حضرتك اذا كان حاجه انا شايفها قبل كده بس كنت هتوصلها بحاجه اسمها اتش ام اي او ماشين انترفيس الموجوده معاك كل ده هو بروجرامنج تول او بروجرامنج ديفايس موجود معانا تعالى نشوف الميجر كومبوننت اوف كومان بي ام سي مين؟ باور سبلاي صح؟ باور سبلاي دي ايه؟ بدي الفولت لازم لمين؟ البي ام سي وليس شرط ان هو يدي الفولت لازم للعمليه اهم حاجه باور سبلاي بتاع البي ام سي بدي الفولت لمين؟ البي ام سي بس لكن ما يقدرش يشغل المشغلات الاشويه والمواطين صح؟ فهناك عنوان مواطن حضرتك منين في ايه؟ الحته اللي قلت لك الاول كنت كيس بتاع حضرتك ما بتشتغلش من غير باور سبلاي ده كلام 22 طالع منها بتاع الكيس بتاع حضرتك طالع منها 9 12 3 و3 5 ونص تقريبا 5 و5 يعني شو انت سامي انت تشوف اللحظه والله لو حد شغال بيس اجنبي فالمرض ما يعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده عندك لازم تخلي بالك هو دي سي ولا اي سي. طيب من هنا بروسيسور دماغه ورق ده اهم حاجه صح؟ شايف؟ مهم في ايه هنا؟ البروسيسور ده بعيد عن نقطه التقسيم يعني برضه يبقى حته ممكن يبقى ايه؟ ركز ايه؟ ركز يبقى بيت اللي جوه ايه؟ جوه الجيس اهم حاجه في ايه؟ البريد بتاع البي ام سي الموجود معاه هو وليد الذكاء وليد السيكونس الموجوده مع حضرتك عشان في الاخر ما يكون البروسيس الموجود عندك يمبلمنتش بقى البروسيس او السيكونس اللي حضرتك ايه؟ اللي حضرتك عايزه البروسيس الموجود عندي ها؟ قلت دي ريزابول رامابول ليه فاضي مامور مين هو؟ الكتيريك ريزابول ساعتين برضه محتاج نقعد عندها شويه هنا البي ام سي اكتيفيتي موجود معاه لازم تبقى ماشيه جوه الميموري او الروم الموجود معاه اللي لما بتنزل تاخده تنزله على الميموري او الروم بتاعك البي ام سي عشان يقدر ايه؟ يقدر ايه رايك يا باشا في الميموري؟ مين؟ ما كتبتش احمد ولا محمد بي ام سي صح؟ والجنرال ده اه عشان كده بقول لك حضرتك لو سمحت خليها جنرال مين الانبوتس؟ ايه الفرق ان مفيش كوبر مربوطه معايا؟ كارثه ومصيبه وعرض واي حاجه بقى لما تتسال سؤال يعني ايه مفيش كوبر وايه الفرق بينه وبين المجتمع عندنا في العرض؟ والله في اعين انا شايف حالا بتقول ان هي ما تعرفش لكن اعين بتقول ان في عندها حتى عندها شك كتير في الكلام اللي مفيش مش ممكن يعني ايه؟ برضه عليه لازم اختار افضل نثبت ايدي عشان انا مش بقول لك الكلمه دي عشان احكي نفسي في حياته وبضيع وقت لازم افضل ضابط عليه عشان يعني لو كده شغل بي ام سي لازم تعمل عليه مش معنى بي ام سي حاجه اسمها لاتش لاتش يعني ايه؟ ما تقدرش تضرب عليه تمام زي ما حضرتك احيانا اللوحه بتاع الدكتور بتاع المصنع بتبقى خش فوق بتاع مسطره بتاع الصوت خش فوق انت فاهم دي غلطه وشد ايدك ومشيت
المفروض يحصل طبيعي دي نفس الفقر لان هو ايه البرمجه بعمل ايه انت فاكر بس منك ايه التكلك وقال لك ايه حافظ على الحاله دي لغايه ما يجي هذا النهار يعمل ستوب مين عليه لاتش اللاتش هو الحفاظ على حاله حاجه معينه او كتاب معين فتره زمنيه معينه زي ما قلت التشغيل الموقع يسموه بوش بوك. طيب بمناسبه البوش بوك سمعت عن حاجه اسمها سنجل بول سنجل ثرو دبل بول دبل ثرو اس بي دي اس بي بقى ماشي بقى ايه المثال المفتاح اللي هو اكتر من واحد الانبوت والاوتبوت معلش انا بقولها لك لكن لازم حضرتك برضه من ضمن الحاجات اللي لازم تتعلمها في القصه دي لما تلاقي مفتاح كده مكتوب عليه كده صح مش مكتوب كده مش كده سنجل بول سنجل ثرو ركز يا عمنا بالله عليك والله انا من بضيع وقت انا عندي مجلس وهم بيرنوا عليها ومش هقدر انزله ومش هنزله لما اخلص المحاضره ها دبل بول سنجل ثرو ممكن يبقى كده يعني الريشه دي تطلع هنا او تطلع هنا او تيجي هنا او تيجي ايه خلاص يبقى القصه دي واضحه بالنسبه لحضرتك معلش برضه زي ما قلت لحضرتك هتلاقيها دبل بول دبل ثرو عشان عيب قوي لما تشوف حاجه زي دي تحت المفتاح وانت مش عارف يعني ايه اس بي اس تي ولا حاجات تانية انا عارف مالهاش اي ستي لازمه عندك والراجل ده اصلا واجه المنط الفاضي بس ايه استحمله. طيب هنا مين؟ ممكن تبقى لمبه يعني الاول بتاع البي بي سي عندك ممكن في الاخر يبقى ليد اه ايه المشكله يعني؟ اديني انديكيشن التمبريتشر خلصت اديني انديكيشن ليفل وصل على لمبه ايه؟ سماها لمبه بيان مش كده؟ الليفل بتاع حضرتك الموتور الموتور ركز يا عم ممكن قد يصعب توصيل الموتور مباشره مع البي ال سي صح؟ ليه؟ لو سجل تيست موتور اقول لك اه وصله صح؟ ده موتور مرسال اصحى لو حبيت اعمل الموتور شويه دلتا وشويه ستار في تطبيق كده اهو ممكن اقول لك في الاول شغل دلتا وفي الاخر شغل ستار شغل ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ها؟ مش كده؟ فانا محتاج ممكن احتاج في النص ايه؟ كونتاكت او مجموعه من الكونتاكت اللي تعمل ايه؟ تعمل اكتيفيشن انا هشتغل اول اثنين كونتاكت مش هقول ثلاثه اول اثنين اثنين كونتاكت واحد يشتغل صار والثاني يشتغل ايه؟ دل فتره زمنيه لمده 10 ثواني ولا 10 دقائق ولا سنه شغال الكونتاكت الاولاني يبقى وصل الكونتاكت الاولاني على احد حروف البي بي سي ووصل الكونتاكت الثاني بتاع الدلتا تمام؟ على امو او الثاني للايه؟ للبي ان سي. ساعتها بقى البرنامج بتعمل ايه؟ في فتره زمنيه معينه جوه البي ان سي بتاعك، البرنامج ده انا بكتبه. لمده 10 ثواني شغال بتايمر كاونتر زي ما بتسيبه شغال بالاوت الاولاني. بعد شويه شغل الايه؟ الاول والثاني التوصيل عشان كده ايه؟ المطلوب ما توصلش مباشره، تحط ايه في النص؟ ها؟ الكتاب ده ممكن يبقى عامل مساعد استرنالي تمام؟ للتغيير ما بين ستار دلتا او التغيير ما بين ستار دلتا موجوده مع حضرتك تعالى نشوف الحب والمطلوب اللي موجود معايا مين؟ المحاضره دي اساس البي ال سي اللي احنا بنتكلم فيها. الاول لمبه ولا صح؟ يعني ممكن يبقى صوت جرس ممكن لمبه زي ما قلت لك صغيره ممكن تبقى لمبه كبيره زي اللي انت بتشوفها قاعدة بتاعتك الكبيره دي مش كده؟ ممكن تبقى نور وممكن تبقى باب ممكن تبقى شويه واي حاجه موجوده مع حضرتك بص كده اوعى تتلخبط ما بين الشكل ده اهو والشكل ده وكل لغه ضخمه يعني بس ده مين؟ ده بص فوق ميكانيكال سويتش موجود معاه جمع ما بين الميكانيكا والكهرباء موجوده معاه لكن دي لغات بيان موجوده معاه او ده الزبر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الايه؟ جرس موجود معاه
دي سيبك من الكلام كله ما طلب مصر مصر دي موضوع ده كان اشتغل ايه ايه خد اول كله يظهر عندنا مصدرين جداد حاجه اسمها فيكسد انبوت اوت وحاجه اسمها اسمع مودولر انبوت اوت فيكسد يعني ايه حاجه صماء قطع هي غايه مين هي مين اسامه ده لازم هو فين كم ده الفرق ايه التعليم بص كده شايف حاجه هنا فاكر الراجل اللي كنت قلت لك الاول في حاجه من ده حصل لك الثاني مين ده؟ شايف ان الحد السوداء اللي اتفرج؟ ده مين؟ ده مين يا عم؟ ده الراجل اللي حرك او المدور اللي حركت ايه؟ الركاب. لاحظ حاجه فوق؟ ده غير فايت انت فيكس ده صح؟ لكن هنا عامل ايه؟ عمال كل حته فين؟ في مكان مش كده؟ الرسم مختلف معلش لو اظن انا ما بعدش مني السلايد ورا جدا لان المشكله في الركاب. تمام؟ الفيكس بتاع حضرتك ده كله على بعضه. الحلو الكمبيوتر الاول الكمبيوتر اللي موجود معاك متوصل الى هنا ها؟ عمنا الدرع اللي جوه دي اسمها ايه؟ انا قلت لك ان لازم يبقى فارق عن الفن الواقف مع الترابيزه لما اشوف دايره مكتوب جواها ايه؟ ده موتو ها؟ والله الناس بتاعتك والله ما فاكر بالله انا بتكلم على ايه؟ لما تشوف دي كده لمين؟ محمد يا عم انا اسمي محمد مش كده؟ لا دي خلاص اصطلحوا فيها في البي جي سي ان هي ايه؟ رمز الموت مش كده؟ طيب محتاج برضه من حضرتك يعني دي مجهود على حضرتك شويه لكن انت لازم تتعلم ده شايف الحته شويه العشمال دول خلينا نرسمها في واحده منهم. شايف الرمز ده؟ ارجع اصبر يا عم. شوف الراجل اللي بيقول الستارت ستوب ده راجل 100 مين. لو قلت لك دول رموز ايه؟ تقدر تقول لي؟ ها انا عارف ان الناس عارفه والله انا بس باكد المعلومه للناس اللي مش عارفه او مش واخده بالها ها ايه الفرق بين ده وده؟ فين النورمال يا ابني؟ اللي تحت وده؟ انا مش عايزك تبقى واقف وتطبق في حته بسيطه ملهاش اي ستين لازم زي دي عشان كده اقول لك ايه؟ عايزك انت تقرا اي كتاب بي سي هات كده اكتب كده بلاش عن بي سي تكتب رموز المفاتيح رموز دخول البي سي اي حاجه بص اي كلام اي حد تكتبه على جوجل هيقول لك هجيبك عنك صح؟ معلش انا اظن الكلام بس انا لازم اقول لك كده لان انا لما اقول لك ايه الفرق بين ده وده وحرام ما تعرفش وتقنعني ان حضرتك فاهم بي ال سي اول ما بقى انت فاهم حاجه بي ال سي صح؟ انت لما فهمت الدور والدور بتاعتك انت مش هتعرف ترسم الرسمه دي لان انت خلي بالك من مهمه الراجل بتاع البروجرامنج بتاع البي سي مش ان هو يفكر بس انت بتعمل ايه؟ شفت المانيوال انت بترسم تعمل ديزاين مش كده؟ فمن ضمن الحاجات الديزاين اللي انت بترسمها ده دي بقى البروجر الرام بتاعك ده مش هتعمل ازاي عشان ايه؟ تقدر ترجعه كمان تديك رسمه تفصيليه ورسمه ايه؟ كل حاجه بقى بالابعاد هي دي اللي بتعملها فمحتاج من حد برضه بقى عن الحته دي ايه الفرق بين البوش كوبل النورمال اوبن والنورمال كوبل؟ نورمال اوبن يعني ايه يا عم؟ هو مفتوح ولما اقعد عليه يجي لي اشاره صح؟ النورمال كوبل هو كده كده مديني اشاره يعني دخل على بي سي واحد ولما اضغط عليه يخش على بي سي صفر. واضح؟ انا كنت عارف ان هي قديمه بس مش طيب. يبقى انا محتاج من حضرتك
تقعد شوية وقت كده وانت تتعامل بي سي سواء معايا او مع غيري الرموز اللي بره مش هتتعامل ازاي؟ ايه الفرق بين السويتش ده والسويتش مش بوك؟ يعني ما رسمتش السويتش ده كده ليه؟ ليه رسمته كده؟ عشان ده بقى بوش بوتون ايه؟ حالته متغيره مع ان انا اشيل ايدي من عليه، لكن ده بيسموه بيرمنت. شاش تضغط عليه يفضل ثابت ده، هو بتاع الكهرباء بتاع حضرتك. في فرق كبير يا حضرتك. ولازم تتخيل في الكهرباء. طيب الفيكس الهجول بص كده. انا هنا يعني حاولت وانا اتفضل المحاضره دي ما ارتبطش النوع بي سي في الصور. بس انا قلت لك كده ايه؟ مش جميل ده. مش نقدر بي سي بس اعمل نوع اسمها نانو بي سي، عندهم حاجه اسمها مايكرو بي سي وعندهم حاجه اسمها زيو بي سي. كلمه زيو دي مشترك يعني ايه؟ حاجه صغيره كده كلمه زيو. النانو اللي قدامك ده والمايكرو. الزيو اكبر من النانو. زيو ده حاجه كده ايه؟ كانت ايامين احنا كانت ب 300 400 جنيه. كده تعمل بقى بكيشه صغيره كانت 4 ام و6 او. هوريها لك بقى في الفرق ما بين كيس واحد. طيب ده مين؟ فيكس الام والاوتبوت موديول بمعنى ان عندك 3 4 10 مصانير فوق كده هم دول اللي هتربط فيهم بس. تحت في الاول برضه 3 4 10 مصانير على حسب حجم البي ال سي هم اللي هتربط فيهم الايه؟ الاوتبوت بس. المودلر بقى ها؟ ده شنايدر مين؟ مايكرو بي سي شايف الركاب دي؟ شيل الركاب ده لمين؟ حابب تغيره؟ كبرت المصنع بتاعك شويه خليك معانا. كبرت المصنع بتاعك شويه زودت عليك انت الاول شيل ده لمين؟ او هات واحد ايه؟ كمان هتلاقيه معانا. برضه محتاج من حد تروح تبص على كلمه شنايدر مين؟ شوف شكل البي سي بتاعه شكله عامل ازاي؟ كم واحد بس يعني حاجات جنرال مش حاجات ايه؟ سبيسيفيك. فيكس الانبوت اوتبوت كونفجريشن زي ما وصلنا بص لك مش هو الموضوع محتاج ان حضرتك برضه دايره كبيره او انت شارب في سنه نفس دي اه هي كده كده بس ايه مش حاجه لازم معاك تمام هنا برضه الموضوع ده يعني ايه عشان اخش في التفاصيل دي عايز مرتين ثلاثه بس انا بقول لك هو ايه لو سمحت بص طبعا هتبقى انديكيت بس ليه كلها عباره عن السيمبلز او السويتش سيمبلز او الاوت سيمبلز بتاعتك. وفي بعض الاحيان بتختلف من شركه لاحيان. في بعض الاحيان بس ايه؟ المفروض حاجات تستنتج. تمام؟ طيب انا اللي بيجي ايه بقى القصه دي؟ ان اللي جوه ثابت واللي تحت ايه؟ ثابت. ركز معايا. الباور سبلاي بتاع البي سي فاكره؟ ممكن يكون انا محتاجه عشان اشغل الحساسات بتاعتي. يعني بدل ما اخد البي سي باور والسبلاي من بره في الحساسات انا مش فاهم ايه سنسور بيشتغل ب 5 فولت طب ما هو كده كده البي سي مديني 5 فولت او مديني 24 فولت او مديني 12 فولت على حسب كل بي سي بتاعي يبقى انا ممكن استخدم ايه؟ الكهرباء بتاع الحساسات من قشر يبقى التوصيل المطلوب مع حضرتك او كومن باور بس او كومن الكل اوصل حساسات اخد الطلب بتاع السيجنال اللي جايه من الحساس بتاع على الباتري بتاع 0 1 2 طبعا العدد بيبدا من 0 عندنا في البي سي سواء في الترابط نفس الكلام بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاول نخش في تفاصيل التوصيل ده بعدين. طيب المودلر بقى بص بقى شايفين كده؟ فتحه كبيره اهي بس انا عايز اسال سؤال الخلفيه اللي ورا دي ايه اللي ورا دي؟ الخلفيه يعني الراب ده احطه فين؟ وهيتوصل ازاي؟ طبعا الشركه بتبقى مصنعه ايه؟ التوصيلات ما بين الراب والبتاع عشان ما تقوليش فيكم ما تدلش ما بين الاثنين، فبينفع اجيب راب شنايدر اركبه على سيمنز؟ ليه يا عم؟ عشان نشوف كده التدابير اللي احنا بنتكلم عليها او يقول لك كل واحد عمل الشركه بتاعته صح؟ ده بيعملوا سوفت وير لنفسهم يعمل انبوت او مدول لنفسهم البرمجه نفسها ساعات بيغيروا فيه في البرمجه الموجوده عندك. التريكال موديل بتاع الانبوت او انت بتعمل ايه بقى؟ ليه انت مهمتك دي في القصه دي؟ تعرف التوصيلات دي كام؟ صح؟ رقمهم كام في الاخر؟ الانبوت فيهم ركز معاك. الانبوت كام؟ 15 اه عادي كده؟ طبعا اه
16 16 امتى بس الزيرو جاب كام ركز بقى يعني بقول لك 16 او هنا اقول لك عدد الزيرو كام ما تقولش 15 تقول لي كام لانه بادئ الاعداد من الزيرو نفس الكلام ده طيب فلان حاجه كومن او دي سي كومن ودي سي كومن صح طبعا كل الحاجات دي تحط الورا دي كده كومن مش هيجي لك نقطه واحده اقول لك دي كومن بس ايه تقوم جايب لوكشه اتاكد لو موصول عليك صح فبديك تزيد من عندك اكتر من دي طبعا الكلام المكتوب مقابله فين؟ في الرسم لما لازم تحرك عينك حساسه عشان تشوف ايه انت بتوصل فين ركز بقى 24 نقطه يبقى كل التطور اللي بتسيسه بتاع حضرتك وضع كام؟ وضع 24 وتوصلها على الام في التطور مع طبعا لما يجي له شهر على احد السيسه في موضوع الحضاره دي تفصيله سماها وايرنج دايجرام او وايرنج سيركت موجوده مع حضرتك اللي بين الام في الموضوع مع هنا الاول ها؟ برضه كام؟ 240 فولت اي سي 240 فولت اي سي 240 فولت ايه؟ كم اوت هنا؟ اهو من 0 لغايه كام؟ 15 للانبوت اللي هو اللاين بتاعي والكومن او النيوتر اللي موجود مع الخط بتاع الصبار. انت بتفكر تعمل ايه عندنا؟ ها؟ تجيب وصله الموتور وصله اللمب وصله احمد وصله محمد توصلها على الصبار او المصابير الموجوده مع حضرتك دي وتاخد الكومن بتاعك توصلها مع 240 ايه؟ والكومن او الارض الموجود مع تعالى نشوف نقول مين؟ بروجرامينج ديفايس مين دي مرمر؟ كل شركه مصنعه عاملها اللي هو محمد قاسم هو اللي حاطط الواد والله مش شرط كلام عندك اي حد خد كورس بي سي ممكن ما يكونش سامع كلام بس انا بقى عشان كده ده الجهاز اللي يبقى جاي لي كل شركة عندها سوفت وير بمزاجها عشان يبقى هو الملكية بتاعتها وبالتالي هنا عندي كذا حاجة في البرمجة ممكن ابرمج الكمبيوتر بتاعي ديسك توب عادي بس ما ينفعش احط ديسك توب بقى كل ما اجي اروح احط الانتاج اشيل ديسك توب ده تعامل اللاب ايه؟ لاب توب سهل شوية اشيله بايدي واروح عند خط الانتاج وارمج واصين واظبط تاني قال لك لا الكلام ده برضه ايه؟ مش كويس تعامل حاجة ايه؟ تتركب كده من الازاز يعني هو هاند هيد اسمع يا عم عشان انا بشوفها ها مين؟ شكلها فين؟ دي بتاع شنايدر الهاند هيد اللي هو حضرتك دي بتاع شنايدر في واحده زيها بتاع سيدي تفرق؟ تفرق ليه يا عم؟ ليش والله؟ انت تصدق واحده لكن بشكل مختلف شوفها صح؟ النوكيا زي سامسونج زي احمد كله كله له مشكله لكن الاستراكشر اللي هو هو المختلف كان عندك حاجه اسمها تيرمينال فيديو ديسبلاي ممكن يبقى فيه ايه؟ بص كده عامل حاجه بسيطه كده عشان يوريك ايه؟ البرنامج لو البي سي بتاع حضرتك ما فيهوش شاشه عشان يعمل لك البرنامج قدامك تشوف البرنامج خلي بالك انت ممكن تخش الرام مود ركز معاك كده عشان افهم ممكن تخش الرام مود وتشوف هو شغل كل خطوه من خطوات البرنامج كده مين بيطلع ومين ما بيطلعش اوت يعني اه بتاع اشتغل عارف دلوقتي المفروض دلوقتي النقطه دي صح؟ فلما تطلع ايه؟ لما تحط الزرار ده، لما تحط الزرار ده بطلع ايه؟ انت هتشوف انا اقول لك رمز الله كده وانت بتعمل ايه؟ بتعمل رمز. او الكمبيوتر بتاع حضرتك. يبقى عندي ثلاث حاجات، حاجات في الشركه، اهم هي اللي موجوده معايا، ودي بتبقى موجوده في الايد او محلها او في طبعا المشترك الوحيد اللي انت بين الزرار هو الكابل اللي بوصل بين ما بين البي بي سي وما بين اللي بتاعتك، ممكن يبقى ليه سرير او سيريال او فرلي او على حسب الشركه مصنعه عملاق اذن البيس كومبريشن بقى الفانكشن بتاعتك بتمشي ازاي؟ فاكر كل في ثلاث خطوات صح؟ فاكرهم؟ كان بيعمل ايه؟ استنى يا عم بيقرا انبوت يسكان البرنامج يطلع اوتبوت ده سميناهم سكان فايلنج هنا البيز فانكشن بتاع البي بي سي زي ما قلت لحضرتك ثلاث حاجات اهم حاجه يعمل سكاننج على مين؟ يروح يبص الانبوت ايه؟ حصل تغير؟ اه. روح نفذ البرنامج صح؟ وانت بتنفذ البرنامج في خطوه في النص كده ثالثه يقول لك ايه؟ انا اعمل بقى كوميونيكيشن صح؟ انا ممكن يكون ايه؟ هشوف هوصل مع مين بره مش هنا.
فهي دي حته داخليه، لكن ساعات ما بتفاض ولك بعدها غير ايه لو يبقى انبوت سكان بروجرام سكان تمام، ثم اوتبوت ايه اوت سكان او ريدنج انبوت ميكنج سيشن ثرو بروجرام ثم اوتبوت ابديت موجود معانا. تعالى اوريها لك بشكل افضل في الشكل. فيز 1 ريد مين ريد الانبوت سكان، فيز 2 بروجرام اكسكيوشن، فيز 3 انت بقول لك عليها تعمل دياجنوستس بتاكد بس ان ايه حساباته مظبوطه والكوميونيكيشن اللي هو عامله مع البي سي الوحده اللي بره او الانترفيس اللي بره مظبوط، ثم في الاخر اخر حاجه عندي يسموها ايه؟ اوت سكان اللي هو بيعدل الاوت الموجود عندي، ويقدر تفضل اللفه دي شغاله طول ما انا في الرامبوت بتاع مين؟ بتاع البي سي. بص كده ابدا من هنا ليه الانبوت اكسكيوت البروجرام تمام؟ اعمل دايجنوست اند كوميونيكيشن، اعمل بقى اتصال مع العالم الخارجي المواتير والقصه بتاع حضرتك، ثم نعمل اول تطبيق او ابديت الاول الموجود اللفه دي فيها اللفه اللي انا راسلك بيها شايفها ايه؟ يسموها رد العميله في البي سي عشان لما تسال تعرف يعني ايه كلمه سكان سايكل في البي سي؟ سكان سايكل ها؟ باور ايه؟ باور سكان، سكان على مين يا عم؟ ها؟ مش اوت سكان، لا ده ايكو سكان واوت سكان وبروجرام اكسكيوشن موجود مع حضرتك. بص كده اللي انت شايفه السكان اللي موجود مع حضرتك ده كونتينوس وسيكونشال بروسيس موجوده معايا من بدايتها من قراءه الانبوت ولازم تبقى فيها قراءه الانبوت اللي هي الرايت الحساسات اللي موجوده عندي يروح ينفذ البرنامج ايه رايك في الشكل الحلو ده؟ ها؟ كل شغل البي بي سي زي ما حضرتك شايف دي واحده واحده من الحضر ده لسه نعمل غلط برضه زي ما هنشوف عامل ازاي ثم نعمل ايه؟ ادجستنج او تخطيط للاوت الموجود مع حضرتك اللي يقول لك انا شغلت الموتور او وقفت الموتور الليفر شغال عامل. طيب حته السكان بتاع الموتور ده بيعمل نوع ايه؟ ها؟ ليه الستيتس بتاع الام مين اللي بيقرا؟ مين بيقرا؟ لا البي سي اللي بيقرا بيقرا مين؟ ها؟ يقرا حساسات السيستم الموضوع معايا عشان كده لك ايه؟ السي بي يو او البي بي سي سي بي يو بتريد الستيتس بتاع اتس ام يعني هو على الحته بتاع البي بي يو ده الطلب جاي على واحده ولا جاي صح؟ مش كده؟ طيب انا هرجع بس ايه اقعد هنا؟ امتى بدا ده بيجي؟ امتى يجي واحد هنا؟ يعني الليفل اللي هو دي او كل السي بي يو اللي هو ده انت بتقرا واحد هنا؟ لو ابتدى الضغط وصل ل 14 كروت دي سي اتقفل الدايره هنا معايا صح؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى انت الماده المتاحه يعني الزرار ضغط مره مش كده؟ او جالي قرايه او حساس بتاعت التبريشر قال لي يا عم خلي بالك دي التبريشر وصل مش كده؟ يبقى المتاحه مثلا ال 14 كروت دي سي يبقى هنا ظهر على الايكو بتاع الدي سي كام؟ واحد مش كده؟ واحد او صفر مش كده؟ لو ما كانش موجود مين اكيد هتوصل لي دايره فهنا حولت الى لوجيك جوه وصلت كام؟ واحد. طيب الاول ها؟ البرنامج اللي موجود مع حضرتك هو قاعد يعمل سكان في الاستريشن بروجرام موجود معايا بناء على الحاله المتاحه لما جاله واحد قال لك شغل المطلوب مال ياخد كم من الفول يعمل ايه؟ ها؟ هيروح يدي اشاره عشان يعمل ايه؟ يوصل 240 نقطه على الدايره بتاعت الموجود مع حضرتك. كل بيت مش شبه بعضه. على حسب على حسب الايه اللي حضرتك تشوفه في البروسس الموجوده مع طيب الاول هو نفس الكلام دول البروجرام ديستريبيوشن نفس الابلكيشن موجود مع حضرتك الاول الموجود عندي ممكن يحصل في كومبليكيشن دي زي ما قلت لك ممكن حاله فيها ظهر انسان سيئه في هي عمليه بتتم داخليا هل دايجنوس او اكتشاف خطا اتاكد ان البرنامج بتاعي مظبوط واعمل كوميونيكيشن في مرحله الاوت سكان عشان اروح الاوت ديفايس مين؟ في اوت ديفايس ها؟ دي مشغلات الفيلد خط الانتاج بتاعي صح؟ الفيلد يعني ايه؟ خط الانتاج بتاعي صح؟ بالمناسبه كده ممكن تسمع حاجه في السكادا سيستم حاجه اسمها فيلد باص فيلد باص فيلد ده
وبايه بس بمر عليه زي ايه؟ كل البيانات جايه في حاجه اسمها كيلو باص. ها؟ الباص اللي جايه من البيانات هنا خط الانتاج موديها للكنترول روم او السكيل سيستم او دي اس اس موجود معاك، يعني عشان لو قابلتك في وقت من الاوقات. وما زال في سلعه بسرعه كده. ها؟ قال لي وارد، قال لي مقبول، السرعه الاحسن. ها؟ التكلفه قلت بس على المستوى الكبير، لان التكلفه ممكن تكون في البدايه ايه؟ لكن على العكس عمل بطاله. كان البيض ما عادش موجود، بص صناعه عشان كده دي كلها مميزات. هاي سبيد كنترول، نتورك كونتابيلتي. ها؟ نتورك نتورك، انا بس عايز اشوف اسمه كبير يعني ايه؟ اوصل اكتر من بي ال سي مع بعض مش كده؟ البي سي اس اللي احنا قلنا عليه. ها؟ اعمل سوبرفايزر كنترول عشان اوصل للسكيل سيستم اللي موجود معايا. اقدر اوصل البي ال سي على اتش ام اي واقدر اشوف السيستم اللي موجود عندي. شوف دي كلها مميزات. طبعا ريزيستنس للفايبريشن جميل، اي هيك بيحصل عليه. لكن هناك ديس ادفانتج انيشال كوست هاي. عشان اشتري بي ال سي اقل حاجه ب 2000 جنيه. بس بعد كده في منتج خلاص انت ماسك اوضتك خلاص عملته مره واحده. طبعا زود معدل البطاله اللي موجود عندي. مشكلته ها ان انا يصعب عليا ان انا ابيع قبل البي ال سي اللي موجود عندي صح؟ محتاج اوصلها انا شغال يعني. عشان يقول لك ايه؟ في بعض الاحيان يبقى في تكلم من جيم او في التغيير موجود عندنا هنا. في بعض الاحيان بتبقى المشاكل تظهر ممكن تبقى مشاكل صناعه او مشاكل عيوب تصنيع ما بتظهرش معاك في البي بي سي. المشكله الاساسيه حد شاف كده قبل كده؟ ها؟ اول ما تشوف الكلمه اللي في البي بي سي بتعني ايه؟ حد شاف كده جماعه طول الميزه جماعه شاطرين في الميزه حط اللي هو واحد اللي هو اثنين اللي هو 10 ها لا المشكله في البي سي كله ان كل شركه شغاله ايه؟ بمزاجها يعني ما ينفعش تدي البي سي احسن من حد ما ينفعش تعمل كلمه بيزولي ده او في واحد اشتغل مع الناس عشان كده احنا عندنا مشكله في البي ان سي هنا لما محتاج تعمل شبكه ايه؟ لو جبت اي ال اس لازم تجيب اي ال اس، لو جبت شويه لازم تجيب ايه؟ ليه؟ عشان انت ممكن تعرف توصل دي مع بعض سعيد هكلمك لو جبت شويه توصيل، لكن مش شايف ايه؟ هيكون انت في التوصيل عامل ايه؟ التوصيل خلي بالك اهو بيعملوا صوت كل نفسه التصنيع نفسه في الركاب والكلام ده كله وريني فوق الموجود تختلف من منتج او من مصنع ايه للتاني او للشركه الثانيه. تعالى نشوف انواع البي ال سي الموجوده في السوق. امريكا انا براند في شركه اسمها موديل تكساس انستورنس جنرال ليك ويستنج اوت ها حمر سكوير ده اوروبا سيمز ها في نوع مشهور قوي في مصر اسمه مولر كان مشهور من كام سنه كده معرفش الوقت حاليا لسه موجود ولا لا بس كان في مشاكل اسلوب شركه اسمها فيسبا عامله بي ام سي انا بعرض قدامك الاسماء مش عشان تحفظها عشان تبقى مضغط على ودنك عشان لو سمعت عن بي ام سي اسمه فيسبو ها تيلي ميكانيك شنايدر تيلي ميكانيك شركه شنايدر اسمها تيلي ميكانيك ها توشيبا ها اومرو اومرو ده برضه مشهور قوي موجود صح ولا ايه؟ هتلاقي مرمت السوق تمام؟ في شركة تانية اسمها تانوك. تانوك دي برضه موجود، متسوبيشي موجود. تمام؟ أشكال البي ال سي المختلفة بأحجام المختلفة بالإنبوت أوتبوت مودوز الموجودة عند حضرتك عشان في الآخر نقول والله بص يا عم الأريا أوف أبلكيشن عشان نبني المحاضرة بتاعتنا. ماشين كنترول ها؟ كام بي ال سي تحت؟ كل واحد أو كل شوية بي ال سي بيتحكموا بإيه؟ في جزء من البروسيس الموجوده معاك انا اقدر اتحكم في الماشين الموجوده مع حضرتك وزي ما انت شايف ممكن تبقى الكنترول بتاع حضرتك حاجه تهمك بدل بقى التوصيلات الكتير اللي انت ايه اللي انت شايفه ها حاجات الخاصه التغذيه شيز باك رايت مش شيز اهو يعني انت ايه روح كده اشتغل في شركه شيز تقعد تدور عليه على شيز بس تبقى مكيف عشان تعرف تنظم البي ال سي بتاعك عايز بروسيسات بقى كبيره عايز الطباعه عايز الشرط عايز الليمون فانت داخل كنترول فيه البي ال سي بقول لك مجال العمل عشان اوعى تستهزئ بموضوع البي ال سي وانا بقالي كام سنه ما درست حضرتك اقول لك بي ال سي يا عم ورشه البي ال سي اه
عشان انا عشان انا بتاع الجمهور اقول لك الكعب العالي بتاع الميكاترونكس ولا وجهه نظر شخصيه كعب عالي ده هو في كعب عالي في صف مين؟ ها؟ جوية وبتاع كده جوية سوري جوية وبحرية البي سي بعد ما تكون الخارج مش هتلاقي شركه ما فيهاش بيزنس حتى لو كانت البي سي تحت السلم تمام؟ فانت لازم تعمل نفسك تقول عملك في الموضوع ده لو انت عايز تلاقي شركه في بيئه يعني ما تهديش نفسك بقى زي كل شركه ولا زي كل شركه مطرات تحت مصر دلوقتي صح؟ وقطر روسي والقرارات مش عارف جاي منين اهو البي سي من بعد بالمناسبه واحد معايا بيقول لي انا جاي شغل لكن ممكن تنزل الخطوط الانتاج تستفيد وتتعلم التطوير في مجال البحث كمان ارى ان دي من اكثر الحاجات اللي بتوصل. ريسيرش اند ديفلوبمنت. صح؟ انت بقى معاك كل الجديد. لشركه او رؤيه الشركه بتصوم عندك. انت عايز ايه؟ بعد 10 سنين، انا هبقى فين بعد 10 سنين؟ خطوط الانتاج هتبقى فين بعد 10 سنين؟ انا صحته ان هو اللي كان كل مره شخصيا برضه لكن انا قلت له خش لي احسن. شركة انترناشونال ممكن النهارده مصر تقول لك ايه؟ مفيش وطاقة في مصر. يعني ايه؟ يعني ما عادش وطاقة مش كده؟ أو حتى ممكن يغير المجال يغير وتنظيف بقى النهارده في أسوان بكرة في القاهرة بكرة في اسكندرية في الدقيق بتتفق مع شركة ثلاث سنين كانت بتجيب التاكسي. ليه؟ عشان تعرف تبني. العربيات ايه رأيك في الدراجة؟ حلو؟ شكله فين؟ كنترول عايز ايه؟ كم طلب بقى؟ صح ولا ايوه كم طلب؟ الجول ده عمال يخلص عرفت مين هو خلص؟ كل ما طلعش عنه الحمد لله انا حاجه خالص النهارده لو جينا كم طلب ها؟ عرفت عندي ان في كم طلب يعني صح؟ شايف؟ عرفت لك ايه؟ بقى زينا ماشي بكم ماشي في الاخر الموضوع ايه؟ بيز ناس عاملين عندنا هنا فتره كان كان سنتين كده كانوا عاملين زي الراجل طيب عشان نمشي مانيفاكتشر باكجينج فالتايزنج تيجي فالتايزنج دي مش كده قوي تيجي فالتايز ها انا برمي الكلام قدامك وانت مهم انت تعمل ايه؟ انا لما كنت راكب دماغي انا هقعد اقعد 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 حد يعرف كلمة باتوز يعني؟ في بعض الأحيان الناس بتقول عليها إن هي التحميل من مكان لآخر يعني أنت إزاي تعمل بيبر بليس؟ وفي ناس بتتكلم فيها عبارة عن تصنيع. الجزء بتاع دي المطارات والموارد اللي طيب المانيفاكشرنج التصنيع والباكجينج انا بقول لك الاي سي تاني عندنا يعني ما فيش خط انتاج ما فيش مصنع ما فيش شركه حتى القماش تاني عامله قماش عندي لسه ما جاش قماش مين؟ ماتيريال هاند مين؟ في كانت البيس اهو شايل برميل شايل قطع شايل علب كبير علب مش عارف ايه علب جيل علب بيبسي علب اي حاجه ماتيريال هاند مين؟ خلاص حاجه؟ هو واحد شايل بتاع الدور عايز سيدنا ركز 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 انا اعرف مهندسين جيت
مهندسين كنترول شغالين بي سي شركه المحله دفعه 2004 زي ما اسمه مش مكتب المحله يعني ممكن انت تشتغل في مجال نسيج وتفهم بتاع نسيج احسن من بتاع نسيج. قد ايه يا نسيج؟ ماشي. لان بتاع نسيج من غيرك ما يحصلش. طبعا ده ما يحصلش يعني. يعني ايه؟ مكان دكتور الدكتور اللي انت شايفه ده مش هيطلع عينك الكنترول. عشان كده انا بصراحه انا كل ما بتكلم مع الكنترول في الموضوع ممكن عادي اخيرا لو عارف الكورس زي دي غير بقى شركات الأدوية والكيماويات والهيصة والكشافة دي. تعرف تعمل كلاس الكنترول الراجل ده؟ ها؟ مين؟ قبل ما تقول لي بقى المفروض والحاجات دي انت سالت الصورة ال 10 مليون دولار. انت ايه الصورة؟ أعراض موتور تمبريشر سنسور سويتش ماي ماركوس موتور ستيشن تمام؟ تمبريشر سنسور سويتش وفي هنا حنفية بتنزل مش عارف الراجل عايز ايه؟ ها؟ بط سائل كام؟ لما يوصل البريشر مش عارف لكام بط كام؟ البريشر كام؟ وشغل الموتور عشان يعمل عمليه الايه؟ التقليل او يقلل وبعد كده لما توصل البريشر كام والبريشر كام عشان بس ما حدش يقول يبقى سيكونس مش طبيعيه مش منطقيه مش ممكن يقلل وقت ما توصل البريشر في البريشر وبعد ايه؟ يوقف التقليل ايا كان السيكونس تعرف تعملها؟ تعرف تعمل وري بلاد ده يعني وايه البرنامج عندي؟ بترسم خطه بسيطه كده للبي ان سي انبوت كم انبوت هنا؟ اكبر حاجه في البي ان سي في البرمجه ازاي شكلها بتعمل انبوت على حددت الموضوع مظبوط على كم انبوت؟ اثنين الحمد لله ها ها عمنا لا ما تبوش ده لا انت الدروس الصافي ده اللي ستارت ستور بتاع حضرتك يا جماعه فيها قصه كامله يعني موال كامل فتره كامله ها ده لازم تضرب عليه عشان الدروس تشتغل صح المفروض يبقى ان احنا كان يوم حرف مخزي اللي هو بتاع الصوت لو انت حاجه توقعت يعني بس انا بعمل بريز دومينج يا حضرتك ها تمبريشر سنسور ايه اهم حاجه بقى تقول لي في عمليه شغاله ازاي يا ترى المطلوب ده نفترض ان هو هنشغله بناء على قراءات السنسور بتاع التمبريتشر ومين؟ التمبريتشر ممكن يشتغل المطلوب ده لما التمبريتشر سنسور يشتغل لوحده فقط وممكن يشتغل لما التمبريتشر يشتغل لوحده فقط او انا اقول لك لا يا عم لازم التمبريتشر كذا ركز بقى في الكلام اللي بقوله عشان هو ده البرمجه لازم التمبريتشر توصل لخمسه يعني كانت خمسه ايه؟ والبريشر يوصل ل 10 تعرف تقطع لوجيك ايه؟ هاند ولا اور؟ اللي انت بتقطعه هو اللي هتقطعه. فاهم حاجه؟ بقول لك التمبريشر لازم توصل ل 10 والبريشر يوصل ان انا لما اجي اقسمهم صح؟ ده السنسور الاولاني ده السنسور ايه؟ الثاني يطلع لي الامر لكن لو انا قلت لو وصلت التمبريشر خمسه او وصلت مش عارف التمبريشر كام ساعتها ايه؟ شفت اللي انا مرسومه ده؟ شفت اللي انا مرسومه ده؟ ده مين؟ الغور مش كده؟ لو ده ولا ده البارل بقى والسيلز والقصه دي هي قصه البرمجه الموجوده عندنا عشان كده بقول لك خلي بالك اللي بتنطقه هو ده المهم طيب مين هيبدا العمليه؟ بوش بوتل صح؟ يبقى البوش بوتل هو اللي هيبدا العمليه ايه؟ كلها صح؟ لازم اعمله في لوحده كده ولا ممكن احطه مع واحده من دول؟ يعني ايه؟ ينفع التمبريشر توصل لخمسه والبريشر يوصل لعشره فالموتور يشتغل وانا مش ضابط ستارت؟ اعمل ايه؟ ها؟ بوش بوتل بتاعي ينفع؟ ليه؟ عشان لو ده ما حصلش كمان معاهم يبقى ايه؟ عمر ما البروس اشتغل. طب هنا لو عايز احط البوش بوتل احطه فين؟ ركز بقى احطه هنا ولا هنا
ولا لا؟ حط اثنين ايه؟ حط اثنين ليه يا عم؟ هو واحد بس ده هو اللي بيعمل. ما تكررش على نفسك لان ده بياخد بقى بشغل البرمجه العادي. فاكر انت ما كان يقول لك ايه الذاكره بتتملى كتر الاوامر اللي ملهاش لازمه بيعمل مكان في الميموري على الفاضي؟ لا انا عايز حاجه واحده. انا بقول البوش بوتون ده احطه هنا ولا هنا؟ ولا هنا؟ شوفوا بعد كده الحاجات دي واحده واحده بس انا ايه قبل ما تمشي حطه فين؟ لتفعيل دور البوش بوتون اللي موجود عندك وعشان يحصل في الدايره ويحصل في البرمجه احطه فين؟ لو حطيته هنا كده طب افرض انا جالي قراءه من اللي تحت ركز بقى انا لو حطيته فوق ها ده اشتغل مش السكه اللي وصلت ها وصل ده صح وانا ما ضغطتش الستارت اصلا لما حطيته تحت نفس الكلام يبقى لازم احطه فين قبل الاوت على طول بعد الرنج بتاعها بعد الايه للاور الموجود عندك نفس الفكره الناحيه الثانيه عندك هنا ايه تسولونويد مين سولونويد يا عم فاكرين السولونويد اللي اتكلمت عليها؟ قعدت محاضره كامله اتكلم عن السولونويد. السولونويد برضه وعندي موتور برضه عندي سيل اهو ظهر لي عندي مكان. تايمر. انا بخش في ايه؟ التايمر واحد من ده و3 سكند و10 سكند و5 سكند شغل التقليل بتاع الايه؟ مصانع الالوان بعد ما تخلص ها؟ المستوى الماء وصل لحاجه طبعا انت ممكن تحط الجماعه اللي قاعدين وعيش في البيت ممكن تحط ميه ودي تلاقي ايه في الكبه نص الكبه صح بعد ما تعجن وتحط الحاجات بتاعتك بص ايه الكبه اتملت فيعمل ايه فلوتنج سويتش ايه فلوتنج سويتش ده عارف العوامه هي فكره العوامه بس ايه انا مستوى لما يوصل للمستوى بتاعي بعد التقليب ليه لان في حاجات لما دي بتعملها مع بعض الكيميكالز لازم ايه توصل لقيمه معينه او ليفل معين مش هيفتح الحنفيه بتاع الاب والدهاء شايفها ملاحظ حاجه هنا المشترك في سيكونس صح ابدا بكذا ستارت شغل الموتور الاولاني قلب حط البرودكت ايه حط البرودكت دي حط مش عارف تمبريتشر حط بريشر في الاخر مش هغير الاوب بتاع السولنويد او الفالف دهوت الا ما اوصل لقيمه معينه يعني لازم يجي لي مين مثلا فوت هنتكلم في القصه دي المره الجايه اتمنى ان انا في المحاضره دي اكون يعني اديت لحضرتك اوفر فيو سريع على موضوع البي دي سي ان شاء الله نكمل المحاضره الجايه